طبعا هي فترة 50، وإن كان موضوعنا اللي احنا الرئيس اللي احنا بنتكلم بيه وهو نعظمك يا أم النور الحقيقي، فاحنا هناخد حاجتين مع بعض. المسيح أنار على الخلود، أنار على الأموات الذين كانوا في القبور وقاموا معهم، فهو نور، صح؟ أنه هو النور الحقيقي. قم معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا يقول كده: قم أيها النائم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. يعني المسيح يضيء بنوره ويشرق بنوره في القلوب. وحيث أن احنا أيضا بنتكلم عن العذراء أم النور وموضوعنا النهاردة بنعمة المسيح، فاحنا هناخد ترنيمة للعذراء بتاعة النور، ودي من ضمن الترانيم أيضا. بقول زي ما احنا متابعين مع بعض الفترة اللي فاتت دي كلها، وبنردد تراتيل خاصة بأم النور، وبالذات في فترة ظهورة في كنيسة الزيتون. حد عارف الترنيمة دي؟ يا مسافر للقاء أم النور هتلاقي فرح وسرور. بالضبط كده، على نفس الوزن بتاع الترنيمة: يا سائح للقاء يسوع. والناس كانت بتاجي من كل الأقاليم، من كل البلدان، كانت تاجي مسافرة عشان تتقابل وتشوف أم النور وتشوف البركة اللي أعلنها ربنا في كنيسته، في كنيسة الزيتون. هنقول مع بعض الترنيمة، وأنا متأكد أنه حتى الناس اللي مش عارفين الترنيمة هيقدروا يتواكبوا مع الترنيمة من خلال كلنا عارفين ترنيمة يا سائح للقاء يسوع. يا مسافر للقاء أم النور هتلاقي فرح وسرور، عن يمينك يسطع نور يظهر بعد حمام وبخور، يظهر بعد حمام يظهر بعد حمام وبخور، عن يمينك يسطع نور يظهر بعد حمام وبخور، النور يظهر بعد قليل بالهتاف وصوت التهليل، ظهور عظيم بين القباب جذبت عقلي يا أمي نور، جذبت عقلي يا أمي نور، جذبت عقلي يا أمي النور، ظهور عظيم بين القباب عقلي يا أمي النور، رحن عليل لك السلام كلمة عظيمة للأنام، وبخور وظهر وحمام حاسب حاسب اوعى تنام، حاسب حاسب اوعى تنام، حاسب حاسب اوعى تنام، نور وبخور وظهر وحمام حاسب حاسب
نام السهران يشوف البتول تشفي الأبرص والمشلول ألوف ألوف تصيح وتقول آمين آمين كريالا صون من آمين كريالا صون من آمين كريالا صون ألوف ألوف تصيح وتقول آمين آمين كيريا. كنست العذراء في الزيتون يا سكنى وسط النور لا يهمك خطر ولا ضيق حاميك صخري ديهور حاميكي صخري ديهور حاميكي صخري ديهور لا يهمك خطر ولا ضيق حاميكي صخري ديهور يا مسافر رايح الزيتون خذني معاك وأكون بحب العذرة أنا مفتون طباكي طباكي يا أمي النور طباكي طباكي يا أمي النور طباكي طباكي يا أمي النور بحب العذرة أنا مفتون طباكي طباكي يا أمي النور. قديس يعقوب السروجي يقول كده: أنت يا مريم السماء الثانية وأفضل من الطغمات السمائية، أو صارت أحشاك مركبة نورانية ترتعد منها الشاروبيم. وحدث هذا عندما التقت مريم العذراء بأليصابات فقالت بمحبة: من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ أنت يا مريم السماء الثانية طباكي طباكي يا أم النور. بركة شفاعتها وصلواتها تكون معنا ومعكم جميعا. أمين.